اتكلم مع حضرتك في حضور الشباب نفاذج. اولا قبل ما اهنئ حضرتك بحصولك على افضل محافظ في 2016، احنا بنهنئ نفسنا على تجديد الثقه من قبل القياده السياسيه. ولكن يؤسفني ان المتابع للواقع في مطروح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او على ارض الواقع لرؤيتين متناقضتين تماما. في رؤية شايفة ان الدنيا ربيع والجو بديع والحياة حلوة جميلة جدا، وفي رؤية تانية سلبية لابسة النظارة السوداء وشايفة ان الدنيا ضايعة خالص. ودي انا ارفضها اساسا، وامانة الشباب في الحزب يعني مشهورة تتبنى رؤية وسطية معتدلة بترى الجوانب السلبية والايجابية على حد سواء. دي حاجة. أنا شايف صراحة يعني من خلال تكليف الأمانة ليا أمانة حزب النور إن اهتمام السيد اللواء على أبو زيد بالمشاريع والاستثمارات الكبرى اللي إن شاء الله بنطمع إنها تنهض بمحافظتنا وبالتالي تنهض بمصرنا الكبيرة. شايف المشروعات الكبيرة زي حلم مصر كله، المشروع النووي للاستخدام السلمي، اهتمام سيادتك بيه يعني مخلينا عايشين في مرحلة إن إحنا طموحين جدا لحاجات أبعد من اللي هي مكتوبة أو مقروءة في المجالات والوسائل المختلفة. دي حاجة. ولكن اهتمامنا كحزب. أنا الرحيم مبسوط يا فندم جدا إن حضرتك مجتمع بينا النهاردة كشباب وبتسمع لنا، وبشكر لحضرتك يا فندم ساعة صدرك بالأمانة يعني إن أنت بتسمع كل الناس دي. شكرا يا فندم. أولا يا فندم عايز أنوه إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن العام ده عام الشباب، وكان المؤتمر العنوان بتاعه إن الشباب أبدع وانطلق. فطبعا لازم كل الشباب اللي موجود لازم ياخد المبادرة دي ولازم يشتغل عليها كويس جدا. معانا السيد المحافظ علاء أبو زيد بيسمع لنا كويس قوي وكله أذان صاغية، بس في حاجة يا فندم بس أنا استغربتها النهارده إن الشباب كله يا فندم في نظرة سوداوية للجمهور، ليه؟ الله عليك. الله كلهم هم بس. النظرة السوداوية يا جماعة هتعمل لنا إيه؟ هو حضرتك مع مين؟ أشرفوه. أنا يا فندم عبد الله فضل عبد الرحيم حصل على كورس تجارة وبعمل في مجال الأجهزة بالتجزئة. لا منين يعني مضروب؟ أه مضروب. يا رسول الله عبد الرحمن.